بسم الله الرحمن الرحيم اولا نحمد ربي اللي وفقنا ونا قمنا باعاده تهيئه اشغال لنا في قريه مدرسه السعدومي في البحيره وحبيت نشكر الناس اللي جات ساهمت لهنا وعاونونا بالشيء المستطاع والناس الخير جنود الخفاء كاين ناس دعمتنا بالسلعه ناس عاونتنا بيديها كاين نشكر حتى اللي عاوننا حتى بكلمه حسنه هكذا وكاين ناس عاونونا وكاين ناس حبت يعني تفشلنا والحمد لله يا ربي توفقنا ورانا في اخر روتوجات ان شاء الله نتمنى ان شاء الله هذه تكون عبره المشاريع واحدة اخرى ان شاء الله اليوم انا في المدرسه غدو ما نعرف العالم ربي واش راح يزيد يكون الخير هذا نتموا فيه لينا ولولادنا واللي يجي مورانا كاين ربي من فوق هو اللي جازينا، كاين حاجه نوصلوها للناس هذه اللي راهي تهدر وتقول وتقول هكذا وتقولها. اللي يقدر يعاوننا كثر خيره، واللي يعاونوا الناس بالشيء اللي يقدروا عليه كثر خيرهم. واللي ما قدروش يعاونوهم بسكات برك، هذا المكان كان ما قلنا لهم اعطونا ما قلنا لهم زيدونا ما قلنا لهم نقصونا. حاجه تشرفنا، حاجه تشرفنا وماذا بنا تتعمم على جميع القرى وعلى جميع على جميع الدوائر وعلى جميع البلديات. حنا ماشي ماشي شرط باش ندنقوا المسؤولين ماشي كيما نقولوا حنايا مدرسة ولا ابتدائية كي من هذه قرينا فيها وهم يقراوا فيها ولادنا وكانت أيلة للزوال لازم كيف راح نقول لك أنا لازم نعودوا بجهد الجميع بتضافر خدمات الشباب هذو اللي راك تشوف فيهم لهنا داروها ناس بطالة بيكون في علمكم مبادرة ناس كلاهم قلوبهم على القرية هذه داروا مبادرة هذه وداروا ملم وملم وكثر خيرهم واليد العاملة كانت كاينة بقوة الشباب كامل شارك درنا هذا الإنجاز اللي نعتبروه احنا موش إنجاز كبير والله المهم احنا درنا هذه المبادرة كيما نقولوا احنا العقوبة لحوايج الأخرين احنا ماذا بينا كي جيتوا تعطيونا سند بنزيدونا خدم المطعم حنا نتمنى المبادره هذه ان شاء الله تتعمم على 48 ولايه ونشكر الشباب تاع البحيره اللي عاونونا بشي اللي عليه لنا خدمه تاع يومين هكذاك ان شاء الله في نيوا وان شاء الله يفرحوا بها الاولاد كي يدخلوا يقراوا واش نقول لك كي كيما راك تشوف في المدرسه هكذا ما شاء الله والعقوبه ان شاء الله الجميع اللي تعامل ان شاء الله في جميع الوطن والعقوبه ان شاء الله المطعم مطعم جديد ان شاء الله ومدرسه جديده ان شاء الله